يعني هناك عدة ملفات أو عدة مواضيع يبحثها وزير الخارجية الإيراني في هذه الجولة والجولة السابقة. أولا العلاقات الإيرانية والدول التي يزورها، وكذلك قضية العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان واحتمال المغامرة الكيان الصهيوني في أي عدوان جديد خاصة على الجمهورية الإسلامية في إيران. يعني عراقشي في الدرجة الأولى يريد أن يوضح ويبين الموقف الإيراني ويضع النقاط على الحروف. ما إذا كانت إسرائيل سوف تقوم بأي مغامرة جديدة خاصة ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، ويعني يتشاور مع الدول يمكن أن يتعرف على مواقفها، ويمكن أن يوضح الموقف الإيراني من أي عدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران. اليوم الخارجية الإيرانية تصف هذه الزيارة بالدبلوماسية في إطار الدبلوماسية من أجل السلام والاستقرار الإقليميين في المنطقة. هناك من يحمل إيران مسؤولية الحرب الدائرة في غزة ولبنان، أستاذ صالح. يعني هذا من غرائب زمان، شيء غريب جدا وعجيب. الكيان الصهيوني هو اللي بدأ بالحرب، هو اللي بدأ بالمجازر، هو الذي بدأ بالإبادة سواء على الفلسطينيين أو على اللبنانيين، ثم بعد ذلك يحملون للأسف الشديد المسؤولية على إيران أو على محور المقاومة. يعني هذا مغالطة جدا كبيرة. بما أن هذه تخدم الفصائل تابعة الكيان لإيران، الصهيوني، حزب الله تابع لإيران، حماس تخضع لإيران بشكل أو بآخر، يتم هذا التحميل. يعني حتى لو قلنا أن هذه الفصائل تربطها علاقات وثيقة بالجمهورية الإسلامية في إيران، ولكن ألا ترى أنه من حق الفلسطينيين أن يدافعوا عن نفسهم ويسعوا إلى الحصول على حقوقهم بعد أكثر من 17 عاما من نعم، الحصار الظالم الذي يعني فرض عليهم من قبل الكيان الصهيوني؟ بالتالي هذه نتيجة الظلم، نتيجة الاحتلال، نتيجة الاعتداءات والحصار الذي فرضه الكيان الإسرائيلي على غزة. كان يأتي يوم وينتفض هذا في الفلسطينيون ضد فلسطين ماذا عن هذا لبنان الحصار. أستاذ صالح؟ يعني أنا أعتقد أن اللبنانيين وعموم يعني محور المقاومة هو الدفاع عن فلسطين. يعني هذا هو تعبير عن إرادة الأمة. الأمة اليوم في كل مكان تطالب بالرد على الكيان الصهيوني، بمواجهة الكيان الصهيوني. شعوب العالم تخرج تظاهرات في كل يوم ضد الكيان الصهيوني، تطالب بضرورة الرد. فإذا انبرى مجموعة من المؤمنين سواء كانوا في لبنان أو العراق أو غير مناطق، هذا في الواقع تعبير عن امتثال واستجابة لطلب الأمة بمواجهة العدوان الإسرائيلي. الأمة هي المفروض على الأمة كلها، على الدول العربية والإسلامية، أن تواجه الكيان الصهيوني. للأسف الشديد يتهمون إيران بالتدخل في شؤون المنطقة، وعندما تكون القضية الفلسطينية وعندما يكون هناك عدوان إسرائيلي على لبنان وعلى فلسطين وعلى سوريا أيضا، نرى أن الأمة تلتزم الصمت وكأن شيئا لم يحدث. بينما هذه وليس هذا فقط، لا يلتزمون الصمت في هذا الإطار، وإنما أيضا يعني ينددون بعمل المقاومة وينددون بتصدي المقاومة نعم، للكيان الصهيوني. يعني هذا غريب جدا، ما يحدث غريب جدا. في نقطة أخيرة،
هناك الرد الإسرائيلي، إسرائيل تصرح دائما بأنها سترد على هجوم إيران الصاروخي الذي استهدفها، هل يحاول وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي حشد الدعم في المنطقة لمواجهة هذا التهديد؟ يعني كما قلت أنه إيران تلقي الحجة وتوضح موقفها، يعني إيران بالتأكيد أنها وضعت في حسبانها، وضعت في بالها أن ربما يلجأ الكيان لمثل هذه الجريمة وهذا العدوان، وبالتالي منذ سنوات طويلة وإيران تعد نفسها ليس فقط احتمال العدوان الإسرائيلي وإنما حتى احتمال العدوان الأمريكي. إيران التي تدافع عن هذه القضية الفلسطينية وصلت إلى يعني قناعة أن الكيان الصهيوني هو عدوها الرئيسي، وبما أنه هذا العدوان مستمر، لذلك تتوقع أنه ربما يلجأ الكيان إلى مثل هذه الخطوة، فهي تعد نفسها منذ سنوات لمثل هذا العدوان. كذلك الحال بالنسبة لحزب الله، كذلك لحماس، يعني من يواجه عدوا شرسا وحشيا نعم. عليه أن يضع في اعتباره كافة الاحتمالات ويعد نفسه مثل هذه الأيام. أشكرك جزيل الشكر الكاتب والباحث السياسي صلاح القزويني على هذه المداخلة، كنت معنا مباشرة من العاصمة الإيرانية طهران.